الأمن الغذائي أحد أهم المواضيع المطروحة على أجندة القمة العالمية للحكومات، ولكن كيف يمكن تحقيقه وماذا يتطلب؟ أسئلة نسلط عليها الضوء في هذا التقرير، ولكن بداية دعونا نستعرض معكم بعض الإحصاءات. 795 مليون شخص يعانون من نقص التغذية بصورة مزمنة، مما يعني أن شخصا واحدا بين كل 9 أشخاص ليس لديه ما يكفي من الأغذية ليعيش حياة صحية. تعد آسيا القارة التي تضم معظم الجياع، أي ثلثي المجموع العالمي. من هنا تمد دبي يدها البيضاء إلى العالم من هذه المخازن الضخمة في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، وذلك عبر مؤسسات وشركاء استراتيجيين، منهم برنامج الأغذية العالمية. يواجه الأمن الغذائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مخاطر كبيرة جراء تغير المناخ والتوسع الحضري والتغيرات الاقتصادية والنزاعات، عوامل تلقي بثقلها على السكان، بالأخص قدرة الفقراء على شراء الأغذية التي تقودهم إلى نظام غذائي مأمون. أستاذ عبدالله، حدثنا لو سمحت عن جهودكم بمكافحة الجوع وتحقيق الأمن الغذائي في العالم. برنامج الأغذية العالمي كما تعلمون هو أكبر منظمة إنسانية تكافح الجوع في العالم، ويعمل على تحقيق الهدف رقم 2 من التنمية المستدامة، اللي هو القضاء التام على الجوع. وهذا تماشيا مع الخطة التي وضعت 2030 في القمة التي عقدت في سبتمبر 2015 والتي اعتمدها عدد كبير من الدول. فبرنامج الأغذية العالمي الهدف واضح وصريح أنه القضاء على الجوع بحلول 2030، ولهذا الغرض قام البرنامج بتحديث استراتيجياته ووضع خطط استراتيجية جديدة تمكن البرنامج بالعمل مع الشركاء ومع الحكومات لتحقيق هذا الهدف بحلول 2030. طبعا من ضمن الاستراتيجيات وضعنا خطط مراجعة للإطار المالي لبرنامج الأغذية العالمي، وضعنا خطط نسميها استراتيجيات، خطة استراتيجية بالعمل مع الحكومات التي نعمل معها. يعني احنا بنشتغل في 80 بالضبط، بنشتغل في 80 دولة، فعملنا ما حيكون بمعزل عن الحكومة، لازم نعمل مع الحكومة والشركاء في الميدان. هذه الاستراتيجيات تتضمن عدد من المشاريع والبرامج بما فيها تعزيز قدرات الحكومات للتمكن من الوصول إلى الهدف المرجو اللي هو تحقيق القضاء على الجوع في حلول 2030. طيب، على ذكرك الشراكة مع الحكومات وهي مهمة لكم، ماذا عن وجودكم هنا في دبي؟ ماذا تستفيدون من وجودكم في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية؟ ماذا توفر لكم؟ برنامج الأغذية العالمي أيضا له وجود منذ عام 2001 في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية. طبعا ماذا توفر المدينة العالمية للخدمات الإنسانية؟ توفر المنصة المناسبة والمناخ المناسب لتمكين برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الإنسانية العديدة التي تعمل منطلقا من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي للاستجابة السريعة والفورية للأزمات والكوارث، وتعزيز أيضا القدرات اللوجستية للاستجابة لهذه الكوارث. طيب، نحن موجودين بالويرهاوس بالمخازن، في الكثير على جنابنا يمين وشمال، الكثير من ما يمكن إرساله وقت الطوارئ. حدثنا عن الجانب اللي له علاقة بالأمن الغذائي، ما تتوفرون بهذا المجال؟ أنا بتهيأ لي كل شيء له علاقة بالجانب الأمن الغذائي، أي شيء حتى إن كان مواد إغاثة غير غذائية، لأنه عند حدوث كارثة أو أزمة هناك الحاجة للعديد من مواد الإغاثة، غذاء وغير غذاء. طبعا المخازن تشمل العديد من المواد الغير غذائية، ويطول الشرح والذكر، لكن ممكن بس أذكر لك يعني بشكل سريع جدا عدد منها: أدوات اتصالات، معدات، أدوية، مواد خاصة بمعالجة سوء التغذية، وفي برضو جزء بسيط اللي هو يتعلق بتقديم المساعدات الغذائية، وممكن أوريكم يعني عينة منه، اللي هو مادة صغيرة وبسيطة جدا اللي هو البسكوت المدعم أو البسكوت اللي هو هاي انرجي بسكوت بنسميه. طبعا يعني احد سالي شو البسكوت حيعمل في الكوارث والازمات. البسكوت هو اول ماده بنرسلها لاسعاف الناس. بالضبط، لانه الناس ممكن تكون
عملية نزوح، عملية لجوء، فالناس ما عندها الإمكانية إنه تقعد وتطبخ وتأكل، فبدهم مادة سريعة محضرة اللي هي just to save lives، يعني إنقاذ أرواح. فهذا اللي بنقدمه منطلقة من هون. وإضافة إلى ذلك، هو إحنا بدبي لكن نستطيع الاستجابة خلال أول 4 ساعات من أي كارثة أو أزمة لثلث سكان العالم. نعم. منطلقة من دبي، وهذا برجع طبعا الفضل إلى حكومة دبي، إلى الانفراستراكشر لدبي، البنية التحتية، البنية التحتية، الدعم الذي تقدمه حكومة دبي لبرنامج الغذاء العالمي خصيصا. نعم. يرتبط الأمن الغذائي ارتباطا كبيرا بالعمالة والتطورات في الأسواق العالمية والاقتصاد الوطني ومدى استجابة الحكومات ونظم الأغذية لصدمات من قبيل تقلبات أسعار الأغذية العالمية. ولكن ماذا عن دور التوعية في الحد من انعدام الأمن الغذائي؟ انعدام الأمن الغذائي أو قضاء الجوع، هي أود أن يعني أطرح فيها في البداية أنها ليست مسؤولية حكومات فقط أو منظمات دولية، بل هي مسؤولية أفراد. بمعنى أنه برنامج غذاء العالمي بيكون بحملات توعية مختلفة على مختلف الأصعدة في مختلف مكاتب اللي هي البرنامج في حوالي 80 دولة، ودي بتشمل سواء أنشطة مع الحكومات أو مع الأفراد، وكمان أيضا حملات توعية لرفع مستوى ثقافة الفرد بخصوص القضاء على الجوع وتعزيز الأمن الغذائي في مختلف أنحاء العالم. يتأثر الأمن الغذائي للأسرة بكثير من المجالات الأخرى التي تتراوح بين الدخل وفرص العمل والحصول على الخدمات الأساسية، لذلك يتطلب التكيف مع الصدمات المختلفة والإجهادات المناخية التي يتعرض لها الأمن الغذائي تكاملاً وتنسيقاً عبر القطاعات. يشمل ذلك تكييف إنتاج الأغذية وتحسين أمن المياه والطاقة وإدارة الاقتصاد الكلي وإصلاح نظم إعانات الأغذية والحد من المخاطر في تجهيز الأغذية وتخزينها وتوزيعها وتجزئتها واستهلاكها. يفقد العالم 1,300,000,000 طن من الطعام الصالح للاستهلاك سنوياً، أي ما يعادل ثلث إنتاجية الطعام في العالم. تفقد الدول الصناعية 680 مليار دولار في كل عام، بينما تفقد الدول النامية 310 مليارات دولار. دبي السباقة دائما إلى عمل الخير والملمة بما يجري حولنا من مخاطر وأزمات، أطلقت هذه المرة مبادرة إنسانية جديدة تتعلق بأهم احتياجات الإنسان، الطعام. إطلاق بنك الطعام الإماراتي بادرة تسعى من خلالها الدولة للحد من انعدام الأمن الغذائي قدر المستطاع. سحر المزاري، تلفزيون دبي.